الطوابير اللي انتوا شايفينها دي مش عشان الحصول على رغيف عيش او اسطوانة بوتاجاز ولا حتى اي سلعة مجانية. الطوابير دي للحصول على فرصة لدخول معرض القاهرة الدولي للكتاب لشراء واقتناء الكتب المختلفة. استنى من كل يعني من سنه لسنه يعني صراحه هو ايفنت كويس قوي بيعرض حاجات طبعا كل سنه مختلفه نافذه ثقافيه ممتعه جدا يعني الاقبال السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت وزي ما بقول لك التنظيم يعني تنظيم السنه دي هايل انا زائر دائم لمعرض الكتاب وسوق القاهره الدوليه اخر فتره بدات اهتم بالكتب شويه فحبيت اجي اشوف معرض الكتاب فيه ايه واقرا واجي بشتري كتب يعني الحقيقة أنا لما نزلت معرض الكتاب افتكرت إننا بقينا شعب واعي ومثقف بس لما نزلت الشارع لقيت إن واقع معظم الناس لسه زي الكتاب اللي أنا ماسكه دلوقتي بالمقلوب آخر كتاب قريته كان إمتى؟ من 20 سنة نعم آخر كتاب قريته كان إمتى؟ أنا ما بقراش كتب أنا تبع زراعة آخر كتاب قريته كان إمتى؟ ما تابعتش اللهم صل على النبي ده ايام الجامعه برضو ايام الدراسه انا رامي ما شغالين في الشغل عدد الكتب اللي قريتها في حياتك كلها تقريبا كان كتاب بتاعت المدرسه بقى اخر كتاب قريته كان امتى قرات كتاب اخر كتاب قريته كان امتى انا لا مش هينفع تستنى كتاب المدرسه بتاع بنتي الصراحة ان التعليقات المضحكة دي بتخفي وراها احصائيات وارقام بتعبر عن حقائق مفزعة طب انتوا عارفين ان معدل قراءة الفرد في الوطن العربي لا تتعدى العشر دقائق سنويا في مقابل ان المواطن الاوروبي بيقرأ تقريبا 200 ساعة طب انتوا عندكم معلومة ان العالم العربي اجمع بينتج تقريبا 2000 كتاب في حين ان امريكا لوحدها بس بتنتج حوالي 90,000 كتاب يعني المواطن العربي بيقرأ ربع صفحة فقط سنويا في الوقت اللي بيقرأ فيه المواطن الامريكي تقريبا 15 كتاب أي يعادل ما يقرأه 250 مواطن عربي الحقيقة صادمة لكنها واقع لابد علينا من تغييره خالد جمال هنا العاصمة